المشاهدون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة الشروق. شهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان شهد ختام بطولة الجمهورية للرماية في دورتها 25 والتي نظمها الاتحاد السوداني للرماية بميدان الاتحاد بشارع النيل تحت شعار لا للمخدرات. وتعهد البرهان خلال مخاطبته الاحتفال بتقديم الدعم للاتحاد السوداني للرماية بما يمكنه من المنافسة في المحافل العالمية للرماية. وقال سيادته: نتطلع إلى شراكة حقيقية ومستدامة بين الاتحاد السوداني للرماية والقوات المسلحة لإنشاء ميادين مشتركة لتمارين الرماية والذخيرة لدعم رياضة الرماية بالبلاد. عاد للبلاد مساء أمس قادما من جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي بعد زيارة رسمية استغرقت عدة أيام عقد خلالها عددا من اللقاءات شملت رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير مياردت ونائبه كلا على حدة، حيث تناولت اللقاءات جهود الإيجاد التي يرأس السودان دورتها الحالية أحد الضامنين الأساسيين لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان من أجل بسط الأمن والسلام والاستقرار من خلال متابعة تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة لجنوب السودان. وتؤكد حكومة السودان على أن الطريق إلى سلام مستدام يتآتى عبر التشاور بين أطراف الاتفاقية التي ما تزال المساعي جارية من خلالها للتوصل لحلول مرضية لكل الأطراف. افتتح عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور الهادي إدريس أمس المرحلة الأولى من مشروع تأهيل الجامع الكبير تحت رعاية رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد العاطي أحمد عباس وولي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة. وأشاد عضو مجلس السيادة خلال مخاطبته المصلين عقب صلاة الجمعة بدور الخيرين في دعم وتأهيل وصيانة المساجد، وقال: نخص بالشكر رئيس مجلس السيادة ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ووالي ولاية الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان على دعمه لبناء المساجد وتأهيلها. وقال الهادي: إن الجامع الكبير يعد رمزية ومعلم من المعالم الإسلامية البارزة في البلاد، لافتا إلى دور المساجد في حياة الفرد والمجتمع، لافتا إلى أهمية تأهيل دور العبادة بالبلاد. وأكد الهادي التزام الدولة بتأهيل وصيانة المساجد لتكون منارة إسلامية، ووجه الجهات المختصة بالاهتمام ببيوت الله وإعمارها. افتتح عضو مجلس السيادة الانتقالي ممثل رئيس مجلس السيادة الطاهر أبو بكر حجر مجمع السراج المنير الإسلامي بحي جامعة أم درمان الإسلامية بأم درمان بحضور والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة وعددا من المسؤولين والأئمة والدعاة بالولاية. ودعا حجر خلال مخاطبته المصلين عقب صلاة الجمعة، دعا إلى نبذ خطاب الكراهية والقبلية وتوحيد الكلمة في هذه المرحلة الحرجة والحفاظ على السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار. وقال حجر إن القيادات السياسية في السودان قصرت في حق الشعب السوداني وأقر بوجود خلافات ومشكلات تحتاج إلى الجلوس والعمل على حلها ومعالجتها بالتوافق والتراضي. وأكد حجر على أهمية الإصلاح الأمني وفقا لتوصيات الاتفاق الإطاري التي دعت لدمج القوات جميعها في القوات المسلحة وتكوين جيش قومي موحد. المشاهدون الأعزاء، قدمت لكم موجز بأهم وآخر الأنباء، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.